ومن حساب أمانة الرياض جاء الإعلان عن إطلاق مجموعة من الحدائق الجديدة بمساحة تتجاوز 194,000 متر مربع وفي 13 حيا. افتتحها سمو الأمير فيصل بن عياف أمين منطقة الرياض، حيث تم تدشين 17 حديقة كمرحلة أولى ضمن خطة لزيادة الحدائق للوصول لمستهدفات الرياض الخضراء. وحقيقة يعني هذه خطوة جميلة جدا، حتزيد مع الأيام بشكل متتابع بإذن الله. كل الشكر أمانة الرياض، وعساكم على القوة.